صباح الخير مشاهدينا الكرام، واهلا بكم الى جوله اخباريه من النهار اليوم. سيطرت قوات الدفاع المدني على الحريق الذي شب صباح اليوم بمصنع لتعبئه المضاد الحيوي داخل هيئه المصل واللقاح بالمهندسين. وافاد مراسل النهار اليوم بان الانفجار وقع نتيجه عطل فني في ماكينات تعبئه المضاد الحيوي واحدث تلفيات شديده بالمصنع. هذا وتم إغلاق خط الغاز الموصل لمصنع تعبئة المضاد الحيوي بالهيئة، وقد أصيب جراء الانفجار 5 أشخاص بينهم حالة خطرة من دون وقوع وفيات. وللمزيد من المتابعة معنا داليا أشرف مراسلة النهار اليوم من موقع الانفجار بهيئة المصل واللقاح بالمهندسين. داليا أهلا بك، وماذا لديك من تفاصيل بشأن حادث الانفجار؟ نعم، يعني في تمام الساعة 6:30 صباحا حدث هنا الانفجار في مصنع الكاب للأدوية الذي يتواجد بداخل مبنى المصل واللقاح هنا بالدقي. طبقا لمصادر لنا أن هذا الانفجار سببه انفجار خط غاز هواء أثناء التحامه الكهربائية. فور حدوث الانفجار يعني بالطبع تواجدت قوات الحماية المدنية والإسعاف، وذلك لنقل المصابين، حيث أسفر هذا الحادث عن إصابة 5 أشخاص من العاملين أثناء يعني تواجدهم بداخل المصنع، ومنهم إصابة حرجة في حالة شديدة جدا، يعني في حالة حرجة شديدة جدا. تسبب هذا الانفجار في تلفيات كبيرة بالمصنع المكون من 3 طوابق، ولكن يتواجد الآن فريق من النيابة العامة لمعاينة الحادث والتحقيق فيه والوقوف على ملابساته ومعرفة ما حدث بالتحديد. يعني هل أتى الانفجار على 3 طوابق؟ بالفعل هو المصنع مكون يعني بالفعل من 3 طوابق، فحدث في هذا المصنع الانفجار، ولكن يعني لم يحدث انفجار في أركانه، يعني المصنع متواجد أركانه متواجدة، ولكن هو حدث تلفيات كبيرة داخل المصنع. هل العمل تأثر في الهيئة في هيئة المصل واللقاح داليا؟ نعم، لا أستطيع أن أسمعك مرة. العمل سير العمل سيتوقف اليوم بداخل المصنع فقط، ولكن سير العمل يعني بمبنى مصر ولقاح يعني تستمر العمل بشكل عادي، ولكن هو داخل المصنع بالفعل يعني هو حدث بداخله تلفات، فبالفعل يعني حدث عطل في هذا المصنع. شكرا لك داليا أشرف مراسلة النهار اليوم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعوة الجانب الصيني لعقد أول اجتماع لفريق العمل المشترك الذي تم الاتفاق على إنشائه خلال زيارته للصين، بحيث يتم وضع اتفاق إطاري للتعاون يتضمن مشروعات محددة وأفضل السبل لتنفيذها وتوفير التمويل اللازم لها بالتعاون مع الجانب الصيني. جاء ذلك خلال اجتماعه مع رئيس الحكومة وعدد من الوزراء، حيث وجه الرئيس بمتابعة تنفيذ الاتفاق ومذكرات التفاهم التي تم التوقيع عليها مع الجانب الصيني لتنفيذ مشروعات في العديد من المجالات، أبرزها توليد الطاقة والسكك الحديدية وصيانة وتمديد الطرق باستخدام التقنيات الحديثة. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على متانة العلاقات بين مصر وإسبانيا والأهمية التي توليها مصر لزيادة التنسيق والتواصل بينهما. جاء ذلك خلال لقاء أمس وزير الخارجية الإسباني مانويل غارثيا مارجيو، حيث تلقى دعوة من العاهل الإسباني الملك فليبي لزيارة إسبانيا وأرحب الرئيس بالدعوة. وعلى جانب آخر التقى السيسي مرزوق علي محمد الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي، حيث أعرب عن أمله في أن تشهد الفترة المقبلة قيام الكويت بزيادة استثماراتها في السوق المصرية. تستأنف محكمة جناية القاهرة اليوم جلسات القضية المعروفة إعلاميا بأحداث قصر الاتحادية، والمتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي و14 آخرون من قيادات الإخوان بتهمة قتل المتظاهرين في الأحداث التي دارت مطلع شهر ديسمبر 2012 بين الإخوان ومتظاهرين، وأسفرت عن مقتل 10 أشخاص على رأسهم الشهيد الصحفي الحسيني أبو ضيف وإصابة العشرات.
تمكنت الأجهزة الأمنية بشمال سيناء من القبض على 23 مشتبها فيهم وتدمير 25 بؤرة إرهابية خلال حملة أمنية موسعة استهدفت مناطق جنوب العريش والشيخ زويد ورفح، كما تم تدمير 25 بؤرة إرهابية وثلاثة منازل و22 عشة كانت العناصر الإرهابية تستخدمها كقواعد انطلاق لتنفيذ هجماتها الإرهابية ضد قوات الجيش والشرطة. يستقبل وزير الخارجية سامح شكري اليوم محمد الدائري وزير الخارجية الليبي الذي يقوم بزيارة إلى القاهرة، ومن المقرر أن يتناول اللقاء تطورات الأوضاع في ليبيا بالإضافة إلى سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين في شتى المجالات بخلاف متابعة تنفيذ مبادرات دول الجوار السابق اعتمادها يوم 25 من أغسطس 2014 خلال اجتماع وزراء الخارجية بالقاهرة. انتهت إلى هنا هذه الجولة الإخبارية، وليكم تفكير بأهم ما جاء فيها. 5 مصابين في انفجار بمصنع داخل هيئة المصل واللقاح بالمهندسين. السيسي وجه بمتابعة تنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الواقعة مع الصين. آخر الأوضاع الليبية على طاولة حوار وزيري الخارجية المصري والليبي. ولمزيد من المتابعة لأخبار النهار يمكنكم زيارة موقعنا النهار لايف دوت نت، كما يمكنكم التواصل معنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر انستغرام ويوتيوب. شكرا لكم وإلى اللقاء.